السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في قناتي. برحب بالمشتركين معايا في القناة، وبرحب كمان بالمشتركين الجداد معايا في القناة. بقول لكم أهلا وسهلا، وبقول لك لو أنت لسه جديد معانا اتفضل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. هنقول مع بعض النهاردة القراءة العاطفية لمواليد برج العقرب. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا برج العقرب. هنقول طاقة برج العقرب الأول في الفترة دي. طاقتك أنا شايفاها حلوة جدا، أنا شايفة طاقة انتصار، شايفة كمان قوة وثبات. كل التفكير المشتت اللي كان موجود في طاقتك الشهور اللي فاتت شايفاه اتبدل تماما، أو هيكون ده وضعك في الفترة دي إن شاء الله. شايفاك برج العقرب وكأنك ابتديت تحدد هدفك، بالذات من ناحية العلاقات العاطفية. علاقاتك العاطفية برج العقرب يعني مرت بأزمات كتير وصعبة الفترة اللي فاتت، وممكن نقول انها كانت معقدة جدا، يعني في علاقات كان فيها تعقيد. شايفة بوضوح الطرف الثالث في العلاقة، وهنا الطرف الثالث مش شرط يكون خيانة بس، لا انا شايفة الطرف الثالث عبارة عن اطراف كتير. شايفة تدخل من ناس ومن ضمنهم الاهل. شايفه اعداء ما كانوش عايزين الارتباط يتم او دوام الزواج، يعني لو موجود ظروف كتير كلها ادت لمشاكل اكبر. يعني المشاكل ما كانتش خاصه بالطرفين اللي انا يعني بيك انت يا برج العقرب والطرف التاني بس، لا كان في ناس كتير داخله في الموضوع. يعني كل حاجه تدخل في العلاقه ينتج عنها مشكله او يحصل من وراها حاجه تانيه. هنا كمان الكارت ده بيشرح لي العلاقة في الماضي، يعني ده اكيد كلام مش هينطبق على الجميع، ولكن لطاقته موجودة في القراءة في الفترة دي. انا شايفة تبديل تام لكل ده. انت اكتشفت امور كتير بناء عليه، خدت قرارك بتحسين العلاقة للافضل. وهنا انا شايفة ان البعض انهى بعض العلاقات وبعضكم بيفكر في بداية جديدة. العلاقة من الماضي يعني. شايفة ان الرجوع حصل بالفعل مع بعضكم في الفترة اللي بنتكلم عنها. وشايفاك يا برج العقرب كنت ملخبط وتفكيرك مشوش ومريت بفترات حزن واكتئاب. فترات الحزن والاكتئاب اللي انت مريت بيها دي انت اذيت فيها نفسك بقرارات مش محسوبة. كمان شايفاك اذيت فيها الطرف التاني بتصرفات وكلام مش محسوب. القراءة هنا ممكن تكون عكسية، بس انا هنا شايفة طاقتك انت يا برج العقرب. الطاقات الموجودة معايا في القراءة شايفة طاقة نارية والترابية والطاقة المائية اكتر حاجة واضحة فيها السرطان، والطاقة الهوائية كمان الواضح منها برج الدلو. شايفة في رجوع الفترة دي لعلاقة من الماضي بعضكو عند البعض، يعني شايفة في تواصل الفترة دي. ندعي ربنا ونقول يا رب ان شاء الله. شايفة كمان عند البعض في حيرة بين شخصين، ممكن اكتر من شخصين، بس زي ما قلت طاقتك الفترة دي فيها عقلانية. يعني حتى لو في حيرة او محتار او متردد في حاجة، انت الفترة دي شايفاك ابتديت تهدى وابتديت بتفكر بعقلك اكتر وثبات، هتقدر تاخد القرار الصح والاختيار المناسب. عوامل كمان كتير نفسية هتساعدك الفترة دي. كمان شايفة في تحسن في صحتك حصل بشكل تدريجي او بيحصل بشكل تدريجي بشكل عام يا برج العقرب. يعني شايفاك بعد مرور بعضكم يعني بظروف صحية الفترة اللي فاتت، ممكن نقول انها كانت من بداية السنة، كأنك الفترة دي هيكون عندك تغيير في جوانب كتير من حياتك، والتغيير ده هيكون واضح، يعني تغيير باين ملحوظ واضح عليك. كمان الحيرة اللي عندك دي يا برج العقرب انا شايفاها عند بعضكو في تردد ما بين انك ترجع لحبيبك او تبعد. البعض متردد، يعني تفكيرك في الرجوع انك احيانا بتحس ممكن انك مشتاق لحبيبك او مشتاق للشريك او الشخص اللي انت منفصل عنه. احيانا بتقول هبدأ من جديد، بالذات انك في الفترة دي انا شايفة في حب حواليك، حتى المنفصلين انا شايفة في حب حواليك.
او انت شايف كمان انك مرغوب من الجنس الاخر، يعني انت كمان ملاحظ في نفسك ده او ملاحظ شايف ده حواليك، لكن في حاجة دايما بتشدك للماضي، ممكن يكون ده سبب التردد اللي انت بتعيشه دلوقتي اللي ظهر لي هنا يا برج العقرب. كمان في حاجة كمان انا شايفة انك انت اللي لازم تشتغل على العلاقة، ده كمان هينطبق على المتزوجين بالذات. هنا بكلم ممكن اللي يكون حصل منهم اخفاق او هو اللي جرح الطرف التاني. شايفة البعض منكم تعرض لخيانة يا برج العقرب، الخيانة دي كانت ممكن نسميها بمثابة انكسار ليك. انا شايفة بعضكم اللي عمل كده في الشريك، والبعض الشريك هو اللي عمل كده معي. المهم ان شايفة ان انتوا الاتنين بتعانوا، انتوا الاتنين بتعانوا من اللي حصل ده. شايفة الطرف التاني محتاج يتشافى او هو بيعيش الفترة دي حاليا. شايفة كمان للمنفصلين يا برج العقرب ان انت اللي قررت البعد عند بعضكو، انت قررت تبعد، انهيت العلاقة، او ده اللي واضح للطرف التاني. بس من ناحيتك انا مش شايفها يعني لسه منتهية، انا مش يعني لو انت بينت ده او انت عملت كده انا مش شايفة من ناحيتك انك انت انهيت العلاقة، لان شايفاك لسه بتفكر في الرجوع، بتفكر بشكل جديد للعلاقة، بتفكر ازاي تكون مستقرة. انت هنا اهو عايز استقرار، بس مش شايفاك بتبذل اي مجهود، شايفاك اكتفيت بالبعد او انك اختفيت عن الطرف التاني، وانك تعيش الحزن والاكتئاب. وزي ما قلنا ان الطاقة دي هتتبدل، لان زي ما قلت شايفة طاقة برج العقرب حاجة مختلفة خالص في الشهر ده. كمان ممكن اقول ان بعضكم الطرف التاني بيشوفك ازاي، يعني هو شايفك غامض، وانا شايفة انك فعلا في حاجة يا برج العقرب انت مخبيها، ممكن ما تكونش حاجة مؤثرة يعني، بس انا شايفة ان انت فعلا في حاجة انت بتخبيها عن الطرف التاني. شايفة ان مفيش اي كلام او تقريب لوجهات النظر، ممكن ده سبب ان هو بيشوفك، شايفة كمان بيشوفك انك بترفض الارتباط لو انتوا لسه مش مرتبطين، او بترفض الرجوع. ويعني لو ما رفضتش بالكلام ممكن تكون تصرفاتك بتقول كده، ممكن الغموض في العلاقة انك بتظهر حاجة وتبين وتخفي حاجة، يعني في حاجة عندك مش واضحة يا برج العقرب او عند الطرف التاني. شايفة في حالة قلق مستمر. الغريب ان انت كمان مش مرتاح، يعني انت مش بتعمل كده والحالة دي مريحاك، لا هي الحالة دي مش مريحاك، بس انت حابب انك تظهر كده. انت والطرف التاني شايفة عند البعض فيكو اختلافات خارجية، اختلافات خارجية بس مؤثرة، لكن داخليا انتوا شبه بعض جدا. ده ممكن اللي ملخبط العلاقة انكم بتفكروا زي بعض. انت كمان يعني ايه بتفكروا زي بعض، يعني انت ممكن اللي ملخبط العلاقة يعني زي ما هو بياخد قرار بحاجة، ممكن تكون انت كمان بتاخد قرار بنفس الحاجة. مثلا مش هكلمه غير لما هو يكلمني، يكون الطرف التاني كمان بيقول انا مش هكلمه غير لما هو يكلمني. لازم هو اللي يعمل كذا الاول، انت كمان ممكن تكون بتقول لازم هو اللي يعمل كذا الأول. فالحاجة دي لما تكون انتوا الاتنين تفكيركم زي بعض بينتج عنها لخبطة وعدم وضوح وغموض وحاجات مستخبية، وزي اللي احنا شفناه في القراءة ده. كمان انت شايفاك بتشوفه ازاي، انت بتشوفه ممكن اقول ان انت بتشوفه مستهتر او سطحي، ممكن تكون تشوفه يعني كل حاجة خاصة بالتفكير، ممكن تكون بتشوفه تفكيره بعيد عن تفكيرك. ده بالنسبة لك ممكن يكون سبب لسكوتك او تجاهلك للعلاقة، لكن السبب الحقيقي ان انتوا الاتنين تفكيركوا زي بعض، انتوا الاتنين نفس ما الطرف ده قاعد بيتكلم او بيقول او القرارات اللي بياخدها انت كمان بتفكر زي.
هو كمان بيشوفك ان انت يعني الحاجات الايجابية، هو بيشوفك ان انت اللي بتكمله. يعني احيانا بيكون مبسوط بالاختلاف، او انك تكون بتعمل حاجات هو ما يقدرش يعملها، شايفاه معجب جدا بشخصيتك، بالنسبة له انت ساحر او بتمتلك شخصية ساحرة. زي ما قلت، شايفة في تفكير وبقوة في رجوع، بس بعد ما تشتغلوا على العلاقة. حتى للمتزوجين نفس الكلام، تشتغلوا على العلاقة. انا مش شايفة في طلاق في الفترة دي، مش شايفة اي طلاق ان شاء الله، لكن شايفة في بعد عاطفي، شايفه في ظروف قويه ضغط عليكم انتوا الاثنين. الاحساس الغالب على العلاقه شايفاه يعني ممكن نسميه ملل، وهنا انتوا ممكن تخلوا البعد اللي بينكم ده ممكن تخلوه ايجابي. يعني بدل ما نفكر في السلبيات اللي في العلاقه، نفكر ازاي نحلها. يعني يكون التفكير في شكل العلاقه المفروض تكون عامله ازاي، او ايه هي العوامل اللي بتأثر عليها، تحاولوا تحلوها. يعني بدل ما انتوا بتعيشوا المشكلة، لا، نعيش الحل بتاع المشكلة. فهنا ممكن يكون البعد نخليه ايجابي، لان انا شايفة هنا البعد سلبي، كل تفكير مش الغير مرتبطين برج العقرب. انا شايفة في حب، يعني في حب، يعني احتمال وجود علاقة لسه ما بقتش رسمية، شايفة فيها حب وشايفة فيها تفاهم بين الطرفين. لكن انا شايفة ان الارتباط مؤجل يعني في الوقت الحالي، لاني شايفة ان انت او الطرف التاني عنده يعني اللي يمنع حاليا اتمام الزواج او الارتباط بشكل رسمي. لكن انا شايفة ان الطرف اللي عنده اللي يمنع، وانا بيتهيألي ان الطرف التاني شايفاه بيشتغل على ده، على المانع ده بيشتغل عليه، لو كانت مشكلة مادية او عائلية. المهم انا شايفاه بيبذل مجهود او بيشتغل عليها. اقول تاني للمنفصلين من برج العقرب، انك الفترة اللي جاية هيكون زي ما قلت في تواصل، واحتمال انك يعني تخضع لأسئلة او اختبارات غير مباشرة، يعني مش هتكون واضحة. يعني الشريك حاجة الشريك هيعملها، بس من غير مش حاجة هتكون واضحة. يعني لاني شايفاه في حاجة وصلته او في حاجة هو عارفها. المهم ان هو في حاجة عنده بقت في ايده، هو عايز يتأكد منها او عايز يأكد لنفسه حاجة. فانا شايفة ان انت ممكن تخضع لحاجة زي كده في الفترة اللي جاية دي، لاني شايفة في برضو مقابلة في وقت قريب. لكن بما اني انا شايفاك انت وطاقتك كده، انت اللي ابتديت تتشافى وطاقتك احسن في الفترة دي او ثابت في قراراتك واقوى، حاول انت اللي تستوعب الشريك، لاني شايفاه هو اللي لسه بيعاني. يعني لسه بيعاني وبيعاني من امور كتير غير العاطفة. يعني في حاجات كتير غير العاطفة هو بيعاني منها، عنده مشاكل تانية يعني. فانت لازم تستوعبه، ولازم الكلام اللي بتسمعه او الحاجات اللي بتستقبلها منه لازم يكون فيها تفكير عميق. يعني ما تاخدش الكلام كده من بره، لا، بص للانسان اللي قدامك، هو بيتكلم ازاي، هو ايه خلفيته، هو ايه احساسه، بناء على ايه بيقول الكلام اللي هو بيقوله او الاسئلة اللي هو بيسألها، اللي هو تفكير عميق بالمعنى ده. شايفة في مراقبة من الطرفين الفترة اللي فاتت، شايفة علاقة هترجع او هتبتدي بشكل واضح، مش بينكم انتوا الاتنين بس. يعني
لا انتوا كمان هتشوفوا اللي حواليكوا بوضوح، زي ما قلت في تدخلات حصلت من ناس كتير بغرض سيء، مش هقول من غير ما يقصد، او من غير كان يقصد اصلاح فحصل حاجة تاني، لا الغرض كان افساد فعلا للعلاقة. وكان الموضوع حاصل، هقول لكم كان عامل ازاي، كان حاصل في وسط زحمة، يعني كان في كده حاجات، كان في فترة كده مرت بيكوا فيها كلام كتير وفيها زحمة كتير، مش زحمة ناس بس يعني، لا زحمة زحمة في الكلام والآراء، وكلمة من هنا وحد من هنا، انت والطرف التاني، مش انت بس، عندك وعند الطرف التاني نفس الكلام. انتوا هتبتدوا الفترة دي تاخدوا بالكم من حاجات كتير جدا. لما هتاخدوا بالكم من الحاجات دي هتاخدوا العلاقة لمستوى تاني، يعني هتخرجوا بره كل ده. احتمال تفكيرك كمان يا برج العقرب في الفترة اللي جاية انك تاخد الشريك وتبعد عن محيط سيء، او هتبعده نفسيا، يعني ممكن تبعده نفسيا او معنويا، يعني تبعده بدماغكم، يعني حتى لو ما بعتوش انه كنت قلته لمكان تاني بعيد عن ده، ممكن تبعده بتفكيركم يعني عن الناس دي. كمان انا شايفة طاقة بدايات جديدة في القراءة، بالذات ان شايفة بعضكم بالفعل ابتدى ينسى الماضي بعد ما اتخذل فيه كتير، او تكون اكتشفت كذب اكتر من مرة، شايفك كذا مرة تكتشف كذب يا برج العقرب، وكأنك هنا بتقول خلاص انا تعبت، ما بقاش في قلبي حب ليك، يعني كأنك بتقول كده، يعني حتى لو جه على بالك تفكير في ماضي او في علاقة من الماضي، شايفك ما بقاش، يعني قلبك ما بقاش. ف انا شايفة في رجوع، بس انا شايفة برضو طاقة بدايات جديدة موجودة، وزي ما قلت في الاول انت حواليك حب كتير، لكن ارتباط رسمي في الفترة دي انا مش شايفة في ارتباط رسمي في الفترة دي. وهنعمل قراءة في الفترة القريبة اللي جاية ونشوف الطاقة تاني ان شاء الله. انتهت القراءة، شكرا للمتابعة.